ديال التحليه ديال الماء البحر ديال شتوكايت بها اللي قامت به وزاره الفلاحه التنميه القرويه والمياه والغابات هو ورش ملكي سامي اعتصينا الله ينصرو الانطلاقه ديالو في فبراير 2020 واليوم انتهت الاشغال وغادي يكون يعني تزويد الماء الصالح للشرب يعني اللي هو موجود لمدينة أكادير وماء السقي للحوض ديال شتوكا أيتبها اللي غادي يكون يعني الانطلاقه يعني السقي يكون على اشطر، الشطر الاول فيه 1500 هكتار ومن بعد غادي نمشيو تدريجيا على حساب واحد 3 شهور 4 شهور باش نوصلوا 15000 هكتار اللي مسقيه بالماء ديال التحلي محلي يعني عبر هاد يعني الوحده ووحده يعني اللي هي من معايير عاليه وكذلك الشبكه ديال التوزيع ديال الماء اللي كتستعمل التقنيات الجديده واللي كتبنى على الرقمنه لاجل التحكم يعني في الماء عن بعد واقتصاد يعني ناجع للاستعمال يعني ديال الماء وكذلك هناك في نفس الوقت الشبكه اللي كتجي من السد ديال اللي هي موازيه مع الشبكه ديال توزيع الماء البحر المحلى و يعني هذا الشيء كيخلينا نمشيو في واحد النجاعه وكنمشيو في واحد التوجه ديال الاستدامه ديال القطاع الفلاحي والتنميه الفلاحيه عبر هذه التقنيات يعني ديال التحكم في الكميات ديال الماء وهذا الشيء كي يعني هو الاطار ديالو هو التنزيل ديال يعني الاساس الثاني ديال الجيل الاخضر اللي هي الاستراتيجيه الفلاحيه الجديده اللي اطلقها جلاله الملك نصره الله في 2020 بهذا المكان في شتوكا أيتبها وإن شاء الله هذا نموذج اللي غادي نمشيو عليه بالنسبة للتوجه ديال الاستدامة ديال الفلاحة و يعني وديال الموارد المالية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.